قدامك منغرم تحت بشفان أطويل أيامي يا غرايبي وهيامي ليش عقلتني بكل بعدما بعدك وانتي عهد
اللهم يا مجيب سائلينا يا قابل سائلينا لا ترضنا خائلينا ولا عن بابك بطردنا وتب على من عصاك حاضر يا رسول الله يا مصطفى غير
عالم ما في الغيوب نبغيك تصوقف معايا قدام سامع دعايا رب الكريم مولايا حماك ديرني يا قرات عيني يا مولاي اني كنت في زماني من صغري لا صار والهوى شوى يرشدهم علام الغيوب انسان جاوب معاهم وانا نساع فرضاهم ما درت باش نلقاهم رب الكريم سيدي مولا رجوية يغفر لي في ما مضى مول الملك الباصر لا شريك معاه يا مصطفى غيري يا في ليلة قبري بغيتك تكون معايا ينفعني كذوب من اللي كنت في زماني انا ولا مسقراني نبغيك يا المدني يوم الحساب يا سيدي شفع فيا نهار المحشر اكون قدامي لا ساخر يا عظيم الجاه نبغيك عليا تنوب يوم الحساب والصراط في الميزان والصراط تما ما يكون غلط واللي عطاه زيدو ترجع عليا واللي ذنبو كتير ما يجي في مناكر يرجع حرم الله ربي قد عدد العشوب مرسل سيف طولينا هتشفي على بينا ضوى على المدينة والنور في مقام سبحان وعشية قالوا هذا إمامنا خطبة بينا نابر ويحلي عذاب Yeah.
عليك يا حبيبي محمد من قبل لا يطلع الفجار ولا يبان على يصبح مسناد وصحاب الدين كون لاش تحزامو او نضو يا نايمين يا سيدي يا بابا 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 وعلاش تنامو من نبع لامو غدا في الاخرى نكون جيرانو غدا في الاخرى نكون جيرانو قال يا ناس سيدي عافيني بفضلك يا من عفا ايوب وليلة تحفيني الدنيا تهنيني وفي الاخرى تزيني حرمة بالنبي طه سيد رقايا محمد شاف عمته مول الدين الشهر اجعلنا في حماه يا مصطفى ضيعني يا اخلي لتقبري بغيتك تكون معايا تهنيني بعد لا تتوب نكون راقد في دارجي هاني وقابط مجاجي وتزيدني في تياجي ابليس العين طريق صغبية كم المرات لحني ورماني في مناكر نعلى الله حجوب باغي ندوز للجنة معزوز ما نرمحنا تماك عاد نتهنى اللي فات يا ربي اسمح لي واللي باقي في العمر يا نعم الحي القاهر كيف ندير معاه سيدي خليل والقطاب الصوفية تبت عقلي على الشهادة تحضر في الخاطر يا عظيم الجاه يا مصطفى غير عليا في القبر بغيت تكون معايا منهم طالب التسليم مفاح الزهر بنسيم غنى
على غلامهم مكسوب بلادية ونجحت فشا كلامه من فضل القهر لطف وقفا مصطفى غير عليا اغني لف قبري بغيت تكون معايا ليه الذنوب جميع ناس غاليها يصونها ويحضيها والعار لا يحاديها عذرها مرونقة بمعاني وهبية مولاها مغفى بهاشم كلام وظاهر لمسي قهر حبيبي محمد كايسطع من بعيد من طرف الدنيا ويا حمر الخد يا سوارج عيني يا ربح من صلى على النبي سيد رقيا كثير الفجور ولا قبط للدين شور
والكاتب في الدنيا زور ولا خاف من عقاب واللي ما لقيته محاز ومن طريق الفجار داز إلى الرباق وما برز والظالم والغصاب وسبقات الردى فم الكتابك مبدا لو كان الدابي تنفدا يغفرونا ما توا فوجطا سيد الملاك ما في الأرض وما في الفلاك يشفع فينا عند الهلاك بامرعاتك الأرقاب يوم المحشر بينا يطول الألبية ترسل منهم كل مزكي يقول نفسي نفسي رخام خير الخلق النجام كتر في صلاته يا خصيص تبعي ليك الفعل القيس وتوجه بالقلب الخليص يا ويحك راسك شاب الشعر اللي هو بياض مولاه يعول للوار يسكن حفرة ولا رياض ويسالع للمكتاب صلاة الله ساكني ويضيق الحال نسعاك ولا يغيب قالك سؤالي في البخاري حديث يا سيدي بابا 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 نبي الله قال المصطفى الشفيع خاتم الرسالي جل ما يطلب مولاي العالي يا جل ما يطلب مولاي العالي يا سهل بادر برج
وصلي هشروع وذكر من قلبك بالخشوع وبقى واقف الباب بكمال النية البلغة صدرك المحبة السابغة ستراضي بليس لا تغى ما يوجد ليك سباب لا يلعدوك يدو ضعيف كيف خبرنا أنا ملطيف من يجعل ذكر الله سيف يقسم داره غلاب يحرقه بالنور الشريف ويئس منه ما يطير يهرب له حتى في الطريق يخشى منه ويهاب صلاة الله على الحبيب صلي ولا زين الملاح ولا قالوا صلاة الله على الحبيب يحسبك ناس الباس ومن ناس النجاب من عيانه ما معاش وزهد في الدنيا مرضاش